نباشر عملية إعادة بناء البساتين التي مستها الحرائق، وهي العملية تنطلق على مستوى بلدية آيت عقوشة. ولحد الآن عندنا قلت لك 350 ألف شجيرة من الزيتون راهي يعني مهيئة على مستوى المشتلة، وبالإضافة إلى 150 ألف من أنواع الأشجار المثمرة الأخرى، اللي إن شاء الله رايحين مباشرة ابتداء من اليوم. العملية ستجرى عبر كامل البلديات المتضررة.